شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفها رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي قدام هي قدام جدان انت شو عم تحكي؟ ستي ما حدا حكى لي. انا شفت ايجي مع مره تانية بعيوني هدول. لاكشمي انت كان معك حق. الشعره يلي شفتيها هداك اليوم كانت هي الشعره لمره غريبه. فهميني شعره شو هي؟ ولاكشمي انت بتعرفي شي وما قلتي؟ لا دورجا انا كنت عم ضايقه مو اكتر. ما كنت بعرف إنه إيجي بيعمل هيك شغلات. خلاص بلا حكي فاضي. جدان يا بنتي أنا متأكدة إنه أنتي غلطانة. ستي يا ريت كون غلطانة مثل ما عم تقولي. بس ابنك أكيد مخطط إنه يجيب كنتك التالتة لهون على هذا البيت. دورجا لازم تكوني فرحانة. كنتي تتمني دايماً إنك تخلصي مني. وهي ايجي بذات نفسه رح يحقق لك الأمنية. أصلاً أنتي ما اعتبرتيني حماتك بالمرة وهلأ صار عنكن حماية جديدة. المرة الجديدة كافي. على فكرة يا جدان أنتي هلأ عم تحكي حكي كتير كبير. ايجي مستحيل يعمل هيك شي جدان. أنا كمان كنت مفكرة نفس الشي بس لما شفته بعيوني هو وهديك المرأة مع بعض صابتني صدمة كتير كبيرة ومقهورة كتير. أنا عم بعمل كل شي بقدر عليه لحتى خليه مبسوط. وبتعرفي شو؟ آخر 3 أيام ما كان يروح على المطعم. اليوم اتصلوا فيه من المطعم لحظة دورجا. طيب رح أسألك وين بتعتقدي إيجي يكون هلأ؟ انتي لازم تصدقيني ايجي اكيد بيكون مع المره الثانيه بهالوقت. اجا ايجي. انت سمعتني شو قلت هلا؟ يلا خبر كل الموجودين انك عم تشوف مره ثانيه. قلن في بحياتك مرة تانية وبدك تجيبها لهون على هذا البيت ورح تكون هي حماتهم الجديدة من اليوم وطالع. يلا احكي. أمي ممكن تقليلها إنه أنا ماني مضطر رد على أسئلتها السخيفة هي أبداً؟ أنا رايح على غرفتي نام ولو سمحتي قليلة كمان بطل المشاكل لأنه ما عاد إلي خلق. أنا ما عم ساوي مشاكل أبداً. لحظة شوي أنتوا مفكرين أني عم كذب صح؟ طيب شو رأيك؟ هلأ رح أخذ الكل على محل ما شفتك مع هديك المرة حتى يتأكدوا أني ما عم كذب. ما بعرف ليش انت عم تكذب بهالشكل بس انا رح اثبت الحقيقة للكل.
طلعي، مو معقول. جدان يا بنتي، عم قلك للمرة التانية ومتأكدة إنك غلطانة، المفروض ما نيجي لهون، يعني ما كانت الهاد. رح تحكي الحقيقة هلأ أو رح تضل عم تكذب؟ ما عندي أي فكرة عن شو عم تحكي، كله تهيؤات. ما بعرف ليش ردينا عليها وإجينا أصلاً معها على هذا المكان. خلينا نرجع. إجينا لهون على هذا المكان لأنه بدي أعرف أنا والكل أنت ليش كذبت علي. ستي، بس افتح هديك الحنفية، هداك الباب رح يفتح. كيف؟ وهلأ بتشوفوا كيف. شفتي يا تيتي شو عم تعمل حبيبة قلبك جدان؟ نحنا شو استفدنا؟ إيجي كان معه حق، ما كان لازم نجي لهون بهالوقت المتأخر. امشوا نروح. لا، ما حدا منا رح يروح على أي محل حتى تبين الحقيقة كلها. انتو لازم تصدقوني، انا شفتهم بهذا المكان، واذا الحنفية والباب ما زبطوا انا متأكدة انه في شي تاني غيره، واذا ما انفتح رح اكسر الباب. شوفي شو عم تعمل، شو عم تعمل يا بنتي. هلأ عن جد رح تعملي هيك؟ جدان يا ريت تسمعيني. ستي، رح افتح الباب ايجي، انا رح افتحه هلأ لاني مصرة وبدي اعرف شو الشي اللي خلاك تكذب علي. ولحظة شوي، مو انت يلي دائما بتساعدني وبتوقف جنبي؟ تفضل ساعدني، خد هاد وكسر لي الباب هلأ. ما عندك ولا سبب حتى تخاف صح؟ لأنه أنت ما بتكذب، ما هيك؟ يلا. إيه حبيبي، خد هالخشبة وأثبت لها هلأ أنه أنت عم تحكي كل الحقيقة، وأثبت لها كمان أنه هي عم تتوهم وغلطاني. شفتي يا ستي؟ كان معي حق. جوا ورح تشوفي الحقيقة بعينك، أنا ما كنت عم كذب يا ستي، تعي.
ما في حدا. كانت هون؟ مشكلة. وهلا رح تقولي انه المرة خلص تبخرت بالهوا وما عاد ترجع، صح؟ درجة متأكدة هي كانت هون. شوفي يا جدان، بس الناس اللي بيفكروا بالطريقة يلي انتي بتفكري فيها رح يشكوا بشخص مثل ايجي. بسيطة يا بنتي، شفتي كيف طلعتي انه انتي غلطانة؟ قولي لي كيف ممكن تفكري بابني بهي الطريقة البشعة؟ لا انا لاكشمي، يلا قولي لي هلا شو بدنا نساوي مع حماتنا؟ راح ساعتين من وقتنا على الفاضي. معك حق، مثل كل مرة هي عادتها. خلينا نروح. يلا 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 امشوا. يلا انت بتعرف منيح اني عم بحكي الحقيقة ايجي. قلي بس الحقيقة مو أخطر من الكذب يا مدام جودان. خلينا نروح، صار الوقت متأخر كتير. أنا بعرف إنك كنت هون حتى تشوف مرة، وكمان أنا واثقة إنه شفتك بعيني هاي، وما برتاح لتظهر الحقيقة. هي إجا. شوفي إيجي، أنا صار لي فترة طويلة عايشة معك بالبيت، وبعرف كمان إنه ما بحياتك فكرت تسامح أبداً أي حدا ارتكب غلط. أنت ما بتحب الغلط ولا حتى بتقبله، ولا بتحب اللي بيغلطوا كمان. بس كل شيء تغير بعد ما فاتت جدان على البيت، وصرت تسامحها على كل أخطائها حتى لو كانوا كبار كتير. بس مو هاي المرة إيجي، جدان هاي المرة كبرتها كتير وإنت لازم تعاقبها. وإذا ما قدرت إنك تعاقبها رح نحس كلياتنا إنه إنت صرت شخص متحيز إيجي. بس دقيقة، خليكن هون شوي. أعطيني إيدك ولاكشمي كمان، خدي هاي إلك وهي لإلك. رح أعطيكم تعليمات ولازم تلتزموا فيها. الدواء يلي معكم هاد لازم كل واحدة فيكم تاخده بعد العشاء لحتى تريح أعصابها منيح، وبتمنى ما عاد حدا يعطيني تعليمات لأني بعرف شو لازم ساوي. في شي تاني؟ يعني إيجي على فكرة لما يكتروا الطباخين بتحترق الطبخة، بتمنى تتذكروا هالمثل منيح. أنا بفضل إذا بتروحوا تناموا هلأ، ولو سمحتوا تركوني لحالي. عجبكن هيك؟ إيجي؟ شي أكيد إنك بتقدر تسكت كناينك، بس أنا لا. تعرف شو؟ لما كنت أنا بالصف الثامن صلحت مقعدي لحتى أقدر أقعد عليه. كنت أقعد على نفس المقعد، مو بس لأني كنت أقدر شوف اللوح كتير منيح من هنيك، لا، لأني كنت حب هالمكان كتير. لهيك ما حدا أبداً أخذ لي مقعدي. بس يوم من الأيام رحت لقيت ولد قاعد محلي وعملت مشكلة، مو بس مع طلاب صفي، مع كل طلاب المدرسة.
وبعدين اجت معلمتي قالت للكل انه هذا مكان جودان وممنوع اي حدا يقعد فيه ابدا. وعملت شغله، كتبت على المقعد طبعا انه هذا المكان ملك جودان وبس، وممنوع لاي شخص يقعد فيه، وما عاد حدا استرجع يقعد محلي. فكر فيها منيح، اذا قدرت اعمل هيك لما كنت بالصف الثامن، تخيل هلأ شو بقدر أعمل شغلات. وأنا كحماية إذا أي وحدة بتفكر إنها تقرب وبدها تجي لحتى تاخد مكاني أنا، فلازم إني أكشف هذا الشي فوراً وما رح أرحمها بالمرة. مستحيل حدا ياخد مكاني بحياتك. قدام. لحظة واحدة اسمعني منيح، هلأ رح تشوف بعينك قدام شو ممكن تعمل. أنا رح أظهر كل الحقيقة خلال 24 ساعة الجاية، اعتبروا هذا وعد مني أنا وتحدي كمان. عفكرة رح تحتاج هاي الأدوية بعدين، فخليهم معك. كان ممكن جدان تكشفني مبارح، ما رح اسمح يطلع الموضوع من ايدي. جدان، كيف بدي هدي قدان؟ ما بدي اياها تعرف الحقيقة، بس أنا لازم خليه سر وما ينكشف أبدا. بس كيف؟ أنا قلت لك ما تجي لهون، خلينا نطلع قبل ما حدا يشوفك. امشي. مين عم يرقص بهذا الوقت؟ مين هاي؟ ليش هيك متفاجئ إيجي؟ مين هي اللي كنت عم بتحاكيها من شوي؟ وكمان منعتها إنه تجي لهون، أنت قلت لي إنه ما في حدا بحياتك. وليش تخربطت وركضت بس شفتني بهذا الفستان؟ مين فكرتني بكون بهدول التياب؟ رح تضلك مصر إنه أنا الكذابة مو أنت؟ وأنت بتعرف يا إيجي، وقلت لك رح أكشف الحقيقة خلال 24 ساعة، وهلأ يلا خبرنا الحقيقة. يلا خبرنا، أنت مين رايح تشوف بالسر؟ قلنا مين هي وشو بتعني لك؟ خبرنا يا إيجي، يلا خبرنا هلأ. وحاجة كذب، احكي مين بتكون هي المرة؟ أكشات؟ ليش ما عم تحكي شي؟ قدان مين عم تقصد بكلامه؟ فهمني. أه
شو يلي صار؟ ايجي ماله بالعادة انه يسمع من اي حدا، بس لما حماتي سألته اليوم ترك البيت ومشي وراح، حتى ما حكى ولا كلمة واحدة. انا بتخيل حماتي انه هي عم تحكي الشي صح. سيدي ليش هيك عم تعملي؟ على فكرة أنا منعتك، بس أنت ما سمعت مني. سيدي إيدي رح تحترق. سيدي اتركيني بقى. سيدي خلاص، حاجة بكفي، إيدي عم تحترق. سيدي بترجاكي خلاص حاج، أنا ما عاد فيني أتحمل، خلاص سيدي بكفي. رافتي بترجاكي سامحيني، ما قدرت خبي وجعي. أنا بعثت لك هالفيديو حتى تعرفي إنه أنا بحبك يا رافتي، وهذا الحب حقيقي ومانو كذبة أبداً. صدقيني هذا الرجال يلي تعرض من زوجته لكل هاي المعاملة عم يترجاكي تحاكي قلبك وتشوفي شو رح يقلك. رح يقلك إني بحب وحدة تانية غيرها. أنا رح خليكي تتأكدي إنه سيد هي عم تضايقني ودمرت لي كل حياتي. اشتقت لك يا رفتي، أنا عن جد اشتقت لك كتير. ليش تركتي الجمرة على إيدي كل هذا الوقت؟ لك شو جنيتي أنت؟ ما تحاولي أبداً إنه تفشي خلقك بهي الطريقة، فهمتي؟ حطي هذا الشي ببالك. المرة الماضية أنقذتي حالك، بس هاي المرة ما رح تقدري تنقذي حالك صدقيني. وحتى كمان لو عشتي، فأنا وقتها صدقيني ما رح أرحمه لأخوكي بالمرة. ولهيك خليكي عم تعملي مثل ما عم يقلك زوجك حبيبك، نفذي وبس. تيتي أنا عن جد قلقان كتير، يعني بعد كل هالأسئلة من جدان. نحنا لازم نعرف إيجي وين راح يا تيتي. رحت لأجيب الجواب. الجواب يلي جدان حابة تعرفه. جدان عم تحكي صح أمي، هي هي المرأة يلي كنت عم كذب عليكم كرمالها. أنا عندي ارتباط مع هي المرأة. أكشاد، أنت كيف بتسمح لحالك تحكي هذا الحكي؟ مرتك لساتها عايشة وليك قدامك، وأنت رحت وحكيت مرة غيرها؟ ماني مصدقة هالحكي الفاضي. أنت عم تكذب. لا أمي، القصة بترجع لك إذا حبيتي تصدقيني أو ما حبيتي، بس هذا الشيء ما رح يغير الحقيقة، لأنه جدان كانت حابة تعرف الحقيقة وتكشفني ومصرة أنها تعرف، وهي الحقيقة قدامها.
ما رح اسمح. ما عاد في داعي تحكي معه شي. إذا قرر يكمل حياته مع هاي المرأة فهذا القرار بخصه إله ولازم نحترمه. قلي لي صح كلامي يا حلوة؟ ما في مانع. المهم أنت سعيد بقرارك؟ ستي؟ نحن لازم نحترم قرار السيد جندال هاد، وأنا رح حاول كل جهدي إني أقدم له كل السعادة يلي بيستحقها، حتى لو كان حابب ومصر إنه يبقى مع هي المرة التانية. ما في مشكلة. يلا يا كنايني رحبوا بحماتكم التانية، ويلا خلينا نساوي المراسم. خلص ما في داعي لكل هالتمثيلية قدام. معك حق سيد جندال، ما في داعي لهالتمثيلية فعلا لأنك عم تكذب علينا مرة تانية. ليك يا حبيبتي، انت بتمثلي كتير منيح، بس المشكلة انه انا كمان بحب التمثيل كتير، ولما بشوف حدا عم بيمثل قدامي دغري بلقط وبعرف اذا هو عم يمثل او عم يبالغ بالتمثيل. ايه وخليني اقلك شي، على فكرة كان شغلك كتير حلو، بس مساعدك بالتمثيل السيد جندال ما بيعرف يكذب لينقذ حاله. جدان ليكي فهمني انت ليش عم تحاول انك تغشني؟ انا متأكدة نيناتنا منعرف منيح يا سيد جندال انه مو هي المرة نفسها يلي شفتها بالسر، والمهم أكتر من هيك أنا شفتك كيف عم تطلع عليها. لما اطلعت عليها كان عيونك عم يلمعوا كتير، عيونك هلأ ما عم يلمعوا مثل هديك المرة، وبما أنك مستعجل ما قدرت أنك تلاقي مرة بتشبهها. قصدك أنه مو هي؟ ليك اسمعي يا حلوة، أنا ما بعرف المبلغ يلي عرضوا عليك حتى تجي معه لهون، بس ماني شايفة ولا شوي من الحقيقة بتمثيلك. بس اسمعيني شي مرة بنتي، كمان انت شفتي بعينك قديش هالسيد هي عم بتضايق زوجها عطول، وما تنسي كمان عم بتعامله بطريقة كتير بشعة. ما تغمض عيونك عن الحقيقة رافتي، بس احكي معه مرة واحدة لأنه بعرف بحبك كتير. ليكي رح يصير أحسن إذا بتحكي معه. أمي خلص أنا ما رح أتصل فيه أبداً، لأنه هذا الموضوع بخصهم إلهم وهنن بيعرفوا يحلوا. طيب لكان إذا مو من باب الحب فيك تحاكي من باب الإنسانية على القليلة لو سمحتي كرمالي يا بنتي. رفتي رفتي رفتي، أنت بنت طيوبة كتير، ما بعرف كيف أنت هيك بريئة وأمك قوية وطماعة. طمع أمك بطوق الذهب رح يخليكي إنك تتصلي فيني تليفون أكيد. هذا اللي عم بحكي عنه. خليه ضل عم يرن، ما رح تجاوب على هالاتصال يا بارف. أنت ما عندك فكرة بالمرة أنا شو عملت مشان هذا التليفون. هاتي هاتي خلصنا من هالسخافة بقى. اسمعني منيح،
لا تتسرع بنو. إذا أنت كان بدك رفتي توقف ضدها لجودان وتمشي مثل ما بدك، فأنت لازم تكون بارد الأعصاب وعندك شوية صبر. استنى لا تقطعني، ما بدي ولا غلطة وحدة، لأنك كتير منيح بتعرفني يا أخي أني بكره الغلط، مو هيك؟ وبهي اللعبة بالذات أيجي وجودان يعني الملك والملكة، لهيك رفتي إلى دور كبير، دورة إن سلاحنا السري. لهيك لازم ننتبه ونستخدمه بالوقت المناسب. هن نزلونا بما فيه الكفاية، وهلأ إجا دورنا نحنا. خلص بكفي لهون، لازم ننتقم منهم وناخد حقنا بأسرع وقت ممكن. وطبعاً رح يجي الوقت وسارة صوتي جيندال رح تقلب الطاولة على هاي العيلة ورح تنتقم منهم كلهم. اسمعني أخي بارف، بدي منك شغلة وحدة، روح لعند أي جي واسأله سؤال. طيب شو بدي روح أسأله؟ شبك مرت عمي؟ كأنه كنتي عم تغسلي وشك، ما؟ ايه يلا معلش، بسيطة ما في شي وما له حل. عندي شي إلك بتوقع بتحتاجي، خدي يلا، هاي 100 طريقة لترضي زوجك. بتصور تستفيدي منهم لتنقذي زواجك، أنا عم بحكي صح؟ شبك مرت عمي؟ أنا ما بعرفك هيك، عندي شعور إنه ارتباطك رح يتدمر مثل البيت يلي منعمله من الورق وفجأة بيوقع عراسنا، مستحيل يرجع يتصلح، ما؟ وأكيد ما رح يبقى منه شي غير الخراب والدمار. سارة صوتي، أنا ماني رايقة هلأ لشي أبداً، لو سمحتي. طيب مرت عمي، على فكرة أنتي غلطانة كتير، اسمعيني، أنا بصفك أنتي، وبصراحة أنا بس كنت عم حاول أني ساعدك. يلا خدي، إذا قريتي هذا الكتاب يمكن بسهولة أنك تلاقي الحل. يلا خدي مرت عمي، حاولي تقري. أنتي قريانة هذا الكتاب؟ بقصد ما بعرف ليش أنا مو حابة أقرأ هذا الكتاب بالمرة، لأنه بلا فايدة. طيب زوجك من 6 شهور وهو مسافر ومبعد عنك، وإذا أنت كنت كتير منيحة ليش لحتى زوجك يتجاهلك؟ الظاهر أني أنا استفزيت أصغر وحدة من الحموات. ليكي مرت عمي، بصراحة زوجي مشغول كتير بالشغل وما عم يصح له وقت يرجع على البيت، وانتي بتعرفي هذا الشي، زوجي ما نو مثل زوجك، انا زوجي غير، اما انتي زوجك موجود، بس زوجي انا ما بيكذب علي ليروح يشوف مرة غيري. طبعا فهمتي علي مرت عمي، ما كيف ممكن اني اعرف هالشي؟ بتمنى انه ما كتير تصدقي حكي السيد جيندال، هو عم يكذب علينا كلنا وما عنده اي ارتباط. مرت عمي أنا، برافو يا جودان، عن جد أنت فاجأتيني كتير، يعني من فترة صدقتي روات ورحتي تعاملتي معه وبالأخير طلعتي ضحية، وهلأ لما إجا إيجي يحكي لك الحقيقة أنت ما صدقتي، مع أنه أنت بتعرفي أنه إيجي ما بيكذب. معقول طريقة تفكيرك محدودة لهالدرجة؟ وكمان مرت خلص عمي. الأحسن إلك إنك تضلي ساكتة يا سارو، أنا بعرف منيح أنتي كيف تفكري بإيجي، ولهيك اسكتي. كتير منيح، يا سلام عليكي يا دورغا، على فكرة بحياتي كلها ما قدرت أفهمك منيح.
لسه في وقت يا جدان، يا ريت تفتح عيونك وتشوفي الحقيقة. ارتباطك مع آجي مهدد بس من ورا شخص واحد. طيب، على كل حال ما في فايدة أبداً إنك تفهمي. أنتي ما رح تقدري لا تكوني حماية مثالية ولا تكوني زوجة منيحة. دورجة، ما بعرف إذا أنا حماية مثالية أو حتى زوجة منيحة أو لا. متأكدة من شغلة واحدة، كل يلي قاله السيد جيندال اليوم تحت هو كذب، لأنه هو مانو مرتبط مع حدا، وشو ما كانت الحقيقة آخر شي رح تبين. معقول؟ أنا متأكدة نيناتنا منعرف منيح يا سيد جيندال إنه مو هي المرة نفسها يلي شفتها بالسر. حلو يا سيد آجي، الظاهر إنه أنت سابقني بخطوة. شو هالحكي الفاضي هاد؟ حكي فاضي؟ كنت مفكر حالي أنا الوحيد يلي بعمل ارتباط خارج الزواج. عفكرة أنت تجاوزتني بمراحل. كنت تحذرني دائماً وتقول بعد عن رفتي لأنك شخص متزوج والمتزوج ما بصير يخون، بس حضرتك ما أناك أحسن مني، صح؟ ورجيني رجليك، خليني وطي لحتى أخذ بركاتك. إيجي، كيف قدرت أنك تزبط أمورك؟ عندك ارتباط وما حدا كشفه، لازم تقلي شو عملت. بما أنك أكتر خبرة مني. إيجي إيجي، ليش فوراً بتعصب؟ خلص، أنت وأنا شخصين كتير مختلفين عن بعض. آسف، كتير غريب إنك مفكر إنه حديثي إهانة. ما كان لازم أقول هيك، نحنا كتير مختلفين. لهيك أنا حابب إني أتعلم منك كل شيء. أنا ما قدرت تخبي على مرتي إني كنت مرتبط مع 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 رفتي مع إنها كانت مشلولة، أما أنت عندك مرة حلوة وصغيرة، ومع هيك أنت كنت بحاجة إنك تفوت بارتباط تاني. معقولة الحركة؟ عن جد آسف 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 سيد إيجي، رح أمشي وأنت تصرف مع نسوانك. بالإذن. أنتِ عن جد عظيمة، تستحقي جائزة على القعدة مع السيد جيندال وعن كل هدول السنين يلي مرقوا معه. بس ما عم بفهم شو يلي عم بيدور براسه، أنا ماني عم أفهم شي أبداً. طيب، أنتِ كنتي بتحبيه؟ تعرفي؟ اتهموه تهمة باطلة ودخل على السجن، ما حكى ولا كلمة ليدافع عن حاله، هيك صار، ومن حسن حظي قدرت لاقي ديفيا وبالوقت المناسب، بس هو هلأ جاب وحدة على البيت وقال إنه مرتبط فيها. شو إنه شخص غريب؟ في شي عم بيشدني تجاهه. أكيد أنت بتكوني حبيتي نفس الشي وبتعرفي طبعه، صح؟ أنا ما عم بقدر أفهمه بالمرة، فيكي تساعديني؟ لأنه طبعاً السيد جيندال في براسه خطة وبده يساويها. يا ترى مين بتكون هاي المرة؟ بدي أعرف. عم يكذب بالارتباط مع وحدة تانية، شو السبب يلي عم يخليه يكذب علي هيك؟
شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير، بس تقرر تعمل شي كل شي على كيفها بيمشي. كل ما تدوي بالفضة والدهب وبتغلب بقوة اللي عمره ما انغلم، بنت اللي أحلامها كلها طاقة وجنون. بدك تعرف هالبنت مين بتكون؟ جدان جدان لا بتدفع لا بتدفع كلمة بتخليها، جدان من جوا عم تدلو هيدا ما بيرضيها. كل ما بتطلع بتلاقي المتاعب من حواليها، باقت عطر وتفوح كل ما تلوح بإيديها. كون منيح معها بتلاقي عطرة من ليفوح، ولما تزعل يا روح ما بعدك روح. جدان